بالدم نفديك يا عرب بالروح 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 بالدم نفديك يا عرب احرار مصر مديونة حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي وجد بالرافدين حتى نسمع أصواتكم ونسمع آرائكم. حلقة اليوم هي مسلسل دامي في 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 حياة الناس. قبل أن نحكي بالحلقة، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج عندنا الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها أسفل الشاشة، أيضا هناك أكو رقم عراقي مخصص إلى داخل العراق، إضافة إلى ذلك عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل، هذا الرقم اللي تشوفوه هسه حاليا جوا. اتمنى من الساده المشاهدين يرسلون لنا رساله بها الاسم والمكان حتى نقدر نقراها في الدقائق الاخيره من برنامج اليوم. بالنسبه الى موضوع الحلقه، موضوع الحلقه هو الشغل الشاغل للعراقيين، واللي ماكو حلقه من برنامج صوتكم اذا ما اتصل واحد وقال انا عندي ابن معتقل، او انا أم وابني معتقل، أو أني أخت وأخويا معتقل، أو أني زوجة وزوجي معتقل، أو أني ابن وأبويا معتقل. ماكو شخص ماكو حلقة مع حلقات برنامج صوتكم إذا ما إجانا اتصال الطالب بالعفو العام، الطالب بمعرفة مصير المغيبين، الطالب بمصير معرفة المعتقلين. واليوم همنا راح نخصص حلقة صوتكم لقضية المعتقلين حتى الناس تحكي، واللي عنده هم يطلع على الناس، واللي يريد يشارك يشارك، واللي عنده رسالة يريد يوجهها للمسؤولين يوجهها عبر شاشة الرافدين. عندي تقرير لمنظمة حقوقية تقول المعتقلون في العراق يتعرضون لانتهاكات خطيرة، وأنه لمركز العفو المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن انتهاكات، يعني كشفوا عن انتهاكات قاسية بحق المعتقلين داخل السجون العراقية تمارس من قبل الأجهزة الأمنية، وأن القوات الأمنية داخل المعتقلات أصبحت تنتهج سياسة الإذلال والاضطهاد ضد المعتقلين العراقيين، وأن قوات الأمن تحرم المعتقلين من مقومات السلامة الصحية والنفسية والغذاء والتهوية، ما يتسبب بوفاة بعضهم داخل المعتقل، إضافة إلى الابتزاز المالي المستمر لأهالي المعتقلين. وذكرت بعض الشهادات، من ضمنها راح أذكر شهادتين أو ثلاثة. يؤكد ميمراء أن قوات الأمن الوطني والتدخل السريع وقوات الطوارئ زادت من انتهاكها لحقوق السجناء في الفترة الأخيرة، وحرمتهم من ممارسة شعائرهم الدينية كرفع الأذان وإقامة الصلاة في الوقت الذي يمنح فيه أو يمنح فيه الدستور العراقي في مادته الثانية حق الممارسة الدينية للجميع. أما جيم صاد يفيد بانعدام الخدمات الأساسية والمستلزمات الإنسانية في السجن كالتهوية في ظل اكتظاظ أعداد كبيرة من المعتقلين في مساحات صغيرة، إذ تسجل باستمرار حالات اختناق داخل السجون وانتشار الأمراض والأورام الخبيثة بين السجناء نتيجة لغياب الرعاية الصحية. وتحدث أيضا عن انتشار القوارض وتكدس النفايات داخل السجون، في حين ينقل الطعام للسجناء في حاويات النفايات إذ لا يوجد في السجن عربات خاصة لنقل الطعام. أما شخص آخر وهو ميم كاف يقول احنا ما شفنا أي نشاط لمنظمات حقوق الإنسان ومن ضمنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوى إرسال بعض الملابس الداخلية ومساحيق التنظيف كل 6 أشهر، ولم تسلم إلى السجناء ولا يتم التعامل معنا ومع شكاوى السجناء بشكل جدي ومطلق. هذه بعض الإفادات اللي أرسلها أو اللي نشرها المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. تقرير آخر يقول يقبع في السجون آلاف المعتقلين، 80% منهم وأكثر بلا تهم ويعدون أبرياء،
ويعاني هؤلاء من ظروف إنسانية قاسية ويعانون من انتهاكات جسدية إلى وإضافة إلى إهمال وتعذيب وغياب الرعاية الصحية وباقي الاحتياجات التي يحتاجها كل إنسان كالخدمات الأساسية. وأشار هذا التقرير أيضا إلى أنه العراق يمتلك نحو 50 سجن حكومي إضافة إلى سجون سرية وإلى سجون تتبع للميليشيات، ويقبع أكثر من 750 سجن للحشد، وعلانية تتبع آلاف المعتقلات في السجون، نحو 85% منهم في تلك السجون يعدون أبرياء بلا تهم. وأشار أيضا التقرير لإحدى المنظمات الحقوقية، يقول تحتجز حكومة بغداد في سجونها نحو 1500 طفل عراقي، وأيضا تعتقل أجانب من جنسيات أخرى، ويتهم معظمهم بالانتماء للمجاميع المسلحة، وتعد ذلك ذريعة أو تعد ذلك ذريعة لإساءة المعاملة وخصوصا مع الأطفال. نروح إلى البرلمان. يقول نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق يشير عن وجود أكثر من 35 ألف محكوم داخل السجون وموقوفين قيد التحقيق، وأنه 200 شخص داخل السجون فارقوا الحياة خلال 3 سنوات الأخيرة. عندنا اتصال. طيب، أم حسين من بغداد، حياك الله. شاك أخويا، هلا بيك. شلون صحتك؟ ألف الحمد لله. دول قلبك، يعطيك العافية، رب ينصركم، ينصر قناتكم، راعي القناة وكادرها. نعم. بدور قلبك هسه هذا لا تشكرينا أم حسين، لا تشكرينا، هذا واجبنا اتجاه الشعب العراقي واتجاه أهلنا وإخواننا. لا قناة الشرقية، لا قناة السومرية تحكي بالمعتقلين، لا قناة الفرات، بس قناتكم تحكي بالمعتقلين. سفيرك الله تسمعني. نعم. هسه بالسجن خابرني قبل شهر زوجي، أكيد أكيد يطول مال يومين. المدير مصرف والجيجار ياخذون دوله شرطه بالباب، يعني كيف مدى يوصلهم التعقيم، مدى يوصل كيف؟ وهسه لحد الان مرضى، كلهم مرضى، مطلعين 4 البارحه كلهم باسهال وزباء. كيف لك الله هسه هذول لا ينطفوا تدور قلبك هسه ما رحمه، ما خلناش ترحم لعمي، عمي قاعد كله تموت. كيف لك الله قاعد كله تموت، ما حد يحكي بيهم. تسمعني؟ خلي يسمعني الكاظمي الحلبوسي، تسمعني؟ طيب، يعني السؤال انه انت تقولين ان احنا نودي لهم فلوس ونودي لهم ملابس ونودي لهم مواد تعليميه. متى يوصل من ابو محمد؟ خابرني. طيب. خابرني قال كل شيء ما وصلني، اي شيء ما وصلني، كل شيء لا تودين اي شيء. طيب، هاي صار 4 أشهر انا موت. انت من دا تروحين دا تصير مواجهه لو لا؟ هذا السؤال الاهم هسه. شلون؟ انت من دا تروحين الى السجن حتى تزورين زوجك ربي يفك اسرك، تصير مواجهه لو لا؟ لو من الباب الشرطة يقولوا لك اعطينا الغراض وروحي الله وياك. الو، تسمعيني ام حسين؟ يبدو انه انقطع الاتصال ويا الاخت ام حسين. شكرا جزيلا لك. ام كرار من بغداد، حياك الله يا ام كرار. فيكم عين، هلا بيك. يوم شلونك استاذه؟ الف الحمد لله، تفضلي يما. يا عيني انا عندي سجين. نعم. صار له 9 سنين. نعم. والله يخابرنا حالتهم مدوره تدور، يعني حالتهم منتهيه. وعندنا هنا اكو سجون هنا مركزيه. وين؟ اكو سجون هنا مركزيه اتصالات هي حماي، فقال هذا السجن انضرب ب 40 شخص ضربته هاي. ام قرار انت تقولين اكو سجون هنا، سجون هنا ببغداد وين؟ وين القناة؟ القناة. نعم. السجن انضرب هنا، فإذا تضرب هاي السجون، يعني هم محتجزين هنا، إذا تضرب هاي السجون اللي الملايين والآلاف مؤلفة، يعني شو يصير بحال أولادنا؟ نعم. يعني في دول عينك أستاذ، زين هسه الدول كلها بتعفو. اوعوا انتم ليش، يعني ليش نايمين على هاي الشعب المظلوم هذا؟ مو احنا امهات فرح قلوبنا، يعني والله والله هاي 9 سنين اي عيد يمر لا احد يقول لي عيدك مبارك، ولا احد يقول لي عيدك مبارك.
يعني ليش ما يفرحون الشعب؟ ليه؟ ليه هم مو هاللي يبغون مال الدولة؟ هم مو هاللي يعني ايش خلوا هم؟ ايش خلوا عند الدولة؟ اكو خلوا شيء عند الدولة؟ اكو فلس هسه عند الدولة كذا ناس مجاعة لو لا؟ زين فعلا ما يحاسبون اشمعنى ولدنا يحاسبونهم؟ هم ايش سووا؟ فجروا جسر، نهبوا دولة، ايش سووا؟ يعني ايش سووا استاذ؟ خذول عينك يعني فلوس اوصل له يعني هسه هو احنا مواجهه ما نواجه هذا الشهر الرابع ما نواجه يعني فلوس اوصل له غير عمود يوصلونهم الهم يعني ما يوصلونهم فلوس ما يوصلونهم يعني مساجين كاس الهدفاء كاس يعني كاس العطش يعني ما صبرين شنو ذنبهم شنو ذنبهم وهاي 9 سنين وما احسب على ابني، احسب على هالمظالم وهي الشباب وضيعت عمارها، راحت عمارها راحت كلها. نعم. انا ابني 97 مواليده، اللي مو حدث صغير وهسه 9 سنين يعني كان اعمى يا مواليد ابنك ام كرار؟ 97 مواليد 97 اي والله 97 وكبر يعني عمره 23 سنه اي هسه 23 سنه يعني وانت تقولين صار له 9 سنوات بالسجن؟ اي والله 9 سنوات وتهمه باطله بس لا لا, لا, يعني لا لحظه لحظه خلينا نحط النقاط على الحروف 9 سنوات يعني هو من عمره 14 سنه بالسجن اي والله اي والله يا استاذ اي والله زين سؤال تهمته شنو؟ تهمته خطف هو طالب مدرسه ومو خطف يعني لحظة طفل عمره 14 سنة يخطف؟ ولا عنده دليل ولا عنده فتشي ولا عنده زين شنو الحكم اللي صدر عليه؟ صدر عليه الحكم مؤمن زين ميزتوا الحكم لو لا؟ ميزنا الحكم رادوا شدتين انا ما اعرف شنو شدتين شنو شدتين ما اعرف ناس احنا فقراء شدتين يعني 20,000 دولار امي اي يلا ينزلوا من المؤبد يسووا له 15 سنه زين بس انا من رخصتك ام كرار المحامي اللي انت وكلتيه للدفاع عن ابنك ما قال لك انه ابنك قاصر والحكم عليه باطل بهاي الطريقه؟ يعني اقصى حكم الى طفل قاصر هو يروح يعني اصلاحيه شدوا العين غير صحيح لو لا حكم باطل استاذ احنا عندنا قضاء باطل يعني حكمته محكمه الساعه محكمه الساعه طيب حكم باطل استاذ حكم باطل يعني كلها تعجبت قالوا هو حدث شلون ينحكم مؤبد؟ نعم يعني تدري شنو الكلمه هو الحاكيها للقاضي يقول اكو رهاب اكو رهابيه طلعوا براءه طيب. واحنا يقول احنا البريئين تهمونا فقلت له انت باطل من قايل له هو باطل قايل للقاضي انت باطل القاضي قايل له انت مؤدب يعني على هالكلمه هاي طيب شكرا لك ام كرار ابو فيصل من السعوديه حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام كيف حالك استاذ؟ حبيب قلبي بخير، انتم شلونكم؟ الله يحفظك ويحفظ العراق وان شاء الله يفرج عن هم شعبنا العراقي، والله يا اخي نتعلم على هالامهات هذه التي خطفتهم هذه العصابات. نحن نحمل هذه الحكومه البائسه المجرمه التي هي ادعت بلت الشعب العراقي بلوى بانها هي سوف تحكم وسوف وكلما يدعي كل ما يوعد فهو كذب، فنحن لا نعول استهدافا على هذه الحكومه البائسه، نحن نعول على الشعب العراقي ان ثوره تشرين وان يسقط هذا النظام المجرم، هذا لم يشهد له استهداف هذه الجرائم اطفال 14 و15 و13 سنه، يعني اي دوله هذه اي قانون دوله يعني لا يمكن هذا السكوت على الشعب العراقي ان ينهض وان يسقط هذا النظام المجرم وتحييبه. شكرا لك. أم فارس من سامراء حياك الله أم فارس. السلام عليكم أخوي رفل وياك أنا. عليكم عفوا أمي شنو؟ أم فارس. السلام عليكم أخي رفل.
عليكم السلام والرحمة والإكرام أمي. أخوي رفع الآن عندي ابني مسجون صار له 3 سنين ونص. 3 سنوات ونص، طيب. ولا يبلوا يقولون عليا ولا ينطون عفو عام. طيب. ونطالب بطلاق سراحهم. أم فارس، أولا أريدك تنصين التلفزيون وتسمعين من التليفون حتى يكون الاتصال أسرع وأوضح. أنت تقولين ابنك صار له 3 سنوات ونص معتقل. أي. زين، من وين أخذوه؟ أخذوه من سامرة. إي، من سامرة من وين؟ يعني من البيت، مسيطرة، شارع، منطقة؟ لا والله نعم، من البيت والله شالوه في الوحدة بالليل. أخذوه من البيت، شنو تهمته زين؟ والله كل شيء ما عنده، لا تهمه ولا كل شيء، قالوا جايين يداهمون التفتيش، ومن التفتيش أخذوه قلت لهم وين تدون بيه؟ قالوا لن نختار، وأخذوه بعد ما رددوه. أخذوه من يمك أنه على أساس تشيك، تشيك أمني يعني القصد. إيه. طيب، إيش قد عمره هو؟ تفتيش أمني، قالوا نفذ عمره 83. مواليد 83، نعم. يعني 36 سنة، نعم. اي يا اخوي رفال، وما اريد يفكون اسرهم، يخلونا نواجههم، والله من نشوفهم بالتلفزيون تبي جراحنا تروح احنا امهاتهم، ويعني شلون مصطفى الكاظم تريد تسوي لنا حل يا اخوي؟ ماكو شارع. طيب ام فارس، يعني هم اجوا عليك للبيت وطبوا واخذوا ابنك، قالوا تشيك امني، ما عرفتوا هاي الجهه اللي اخذتها منه بحيث تروحون تسالوها ابنك وين؟ والله يا جو احنا نسوان ما عندنا حد، وجو الوحده بالليل، وطلعت انا وراهم ورددوني. نعم نعم. رددوني قالوا ردي ما تطلعين، سدوا الباب وطلعوا وخذوه وراحوا. ونشدد قالوا على اساس السرايا سيارات تو. نعم نعم، شكرا شكرا لك ام فارس، وصل صوتك وان شاء الله يسمعون ويعني يطمن قلبك على ابنك وين صار. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله ودوم يا استاذنا يا محترم. اولا يا استاذي يجب مراعاه هموم هؤلاء السجناء والمعتقلين والمختطفين، ومعالجة صحية للمعتقل والمحتجزين، وانطوهم مياه مبردة، واحسنوا إليهم وتعاملوا معهم بالحسنى، ويجب أيضا تسهيل الإجراءات العمل، والمجد يجزى بالإحسان، وحاسبوا المسيء، وكذلك أيضا الزلم والنشامة تريد عدالة وإنصاف صحيا أمنيا، كذلك يريدون أمان وأمنا وأمان، وكذلك تطهير المواقع والأماكن من المسكرات. وآخر الكلام يا أستاذي، نستنكر المزايدات والانفعالات الحمقاء، وتحياتي لك وللبرنامج وللقناة. حياك الله وشكرا جزيلا لك. أخواننا بس اللي دا يتابع البرنامج، بالنسبة إلى الرقم المخصص إلى برنامج الواتساب دا يتصلون ودا يكتبون ليش ما تجاوبونا، رقم الواتساب فقط للرسائل، إذا ما تريد تدق على الأرقام الأخرى اكتب لنا رسالة، وأتمنى تكون مطبوعة باسمك حتى نعرف الطلب حضرتك، ما أقدر أستقبل أي اتصال على رقم الواتساب. محمد من السماوة، حياك الله. تحية إلى مقدم البرنامج المحترم أذل. حياك الله. تحية لك وتحية للرافدين. حياك الله حياك الله، تنورنا أخوي. أخي العزيز أذل، أيها المتاجرون السياسيون، نعم. كفوا عن المتاجرة بدم العراقيين، فقد هتكتم وطن وماله، وبرزت حقيقتكم على الواقع أن هذا الظلم الذي تسلطون على من المغيبين والسجناء هو ظلم لا يمكن السكوت عليه. تذكروا وذكروا مصطفى الكاظمي أن السكوت على جرائم المالكي وعادل عبد المهدي كلفنا فيما بعد ضياء وطن عظيم صار مصيره بسلة من الفاسدين والإرهابيين. والجهلة، نطالب اليوم نحن العراقيون المحكمة الجنائية الدولية العليا في لاهاي بمحاكمة المالكي وعادل عبد المهدي
على جرائمه بحق الشعب العراقي. وشكرا لك أخي. شكرا شكرا لك أخ محمد. بالنسبة إلى التقارير، يعني تقرير آخر إلى المركز الأورومي، عفوا المرصد الأورومي المتوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، في تقرير لهم أشاروا إلى أنه السجون العراقية تفتقر إلى أدنى صفات السجون الإصلاحية التي من المفترض أن تكون موجودة. ونقل المرصد شهادة معتقل يدعى قاف سين، يقول أنه أفراد الأمن داخل السجن يستخدمون عبارات السب والشتم والعبارات الطائفية والضرب دون مبرر والعبث بالمتعلقات الشخصية، إضافة إلى إلقاء الأطعمة الفاسدة على المصاحف في محاولة لاستفزاز السجناء. وأفاد البيان أن السجناء يعانون من مشاكل في الحصول على الغذاء داخل السجون بالكمية والجودة المطلوبة، وتمتلئ مخازن السجن بأطعمة منتهية الصلاحية توزع على السجناء، إضافة إلى منع الملح عنهم ما يؤدي إلى معاناة الكثير منهم من هبوط في ضغط الدم وازدياد مشكلاتهم الصحية ومنعهم أيضا من التعرض لأشعة الشمس. كل هاي الأشياء هي انتهاكات بحقوق السجناء. يبدو أنه الحكومة العراقية لم، أو ما يسمون نفسهم بحكومة، من 2003 إلى اليوم ما عندهم فكرة التعامل مع المواطن وما عندهم فكرة المواطنة أصلا. أولا لازم يعرفون تعريف السجون شنو هي. السجون هي أبنية ومراكز تنشأ في الدول لإعادة تأهيل من يرتكبون جرما، من يرتكبون جرما، ويدخل السجن كعقوبة لإعادة تأهيله حتى بعد ما يطلع من السجن يقدر يتعايش ويا الناس مرة ثانية وما يعيد الجريمة اللي فعلها. وتتراوح الأحكام ما بين المدانين حسب جرمه، وقد تصل إلى الإعدام أو المؤبد إذا كان جرمه كبير. لكن أنك تعتقل الآلاف وموجودين فترات طويلة من الزمن، 9 سنوات و10 سنوات و11 سنة و12 سنة داخل السجون وما معروض لا على قاضي تحقيق ولا على محكمة، ولا هو يعرف تهمته ولا أهله يندلوا ولا يعرفون ابنهم ليش اعتقلوا وشنو تهمته، هاي أصلا بحد ذاتها جريمة بحق الإنسانية. أبو وليد من بغداد، حياك الله أبو وليد. من واسط من وياي أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. للعراق والعراقيين مساء الخير، حضرتك وجمهور الرافدين. حياك الله اخويا. صراحة المعتقلين بالعراق هي ورقة جايت مالتها الميليشيات مع الكتل السياسية والأحزاب. نعم. والأحزاب اللي يقولون أنهم يمثلون يعني السنة والمناطق الغربية هم أساسا ما يمثلونهم. هم يردون مكاتب سياسية أكثر شيء واقتصادية أكثر. الاعتقالات اللي تصير اللي الان الكامله على اساس هو تقريبا جزء من الشعب متفائل بتوليد المناطق، شنو اللي سوى؟ يعني من دار الموصل ما دارت هناك معتقلين من اهل الموصل موجودين لحد الان بالسجون وبدون محاكم. استاذ الكريم، الميليشيات قامت تشتغل انه اذا هذا شخص من تنظيم داعش، تنظيم ارهابي، ويردون يبادلونهم ينطونهم لداعش لجماعتهم ياخذون منهم فلوس ويجيبون واحد عراقي لا حول ولا قوه كالضوء ويخلونه مكانه وانت اسمك فلان، يسوون وياه تحقيق انت اسمك فلان، يسوون وياه تحقيق انت داعشي، انت كذا، وحطوا عليه تهم وجهزوه ودفعوه للمحكمه. لا قاضي، لا يعني لا قاضي تحقيق واولي، لا قاضي تحقيق ثاني، ومن غير اللي يموتون وما حد يدري بيهم. زاد احنا موجودين، يعني تخيل اليوم من ضمن المباحثات الامريكيه العراقيه او انه مباحثات عن اتفاقيه، يعني اتعجب من هيش دوله يقول لك دير بالكم على مواطنينكم. نعم. الدوله الامريكيه الطالب ما يسمى بالدوله العراقيه ان تحترم حقوق الانسان العراقي. يعني شفت هيش تصريح؟ يا اما مستهانين باللي وياهم موجودين او هم يحكون حق. احنا امريكا فعلت بالعراق، دمرت العراق، لكن بعض الاحيان نستعين من او نقتبس من كلامهم الشيء اللي يدين اللي قدامهم. انت شلون تتصور مع دوله ارهابيه؟
اليوم السلطه بالعراق موجوده كارهابيه من الطالبه تحترم حقوق العراقيين، يعني هي منتهكه حقوق الانسان، يعني حتى التصريح العالم اليوم نعم اللي قال لك هي دوله ارهابيه. زين احنا كسلطات احنا يعني مع الاسف الناس اللي يقولون يدعون انهم عراقيين هم صح يحملون الشهاده الجنسيه العراقيه، لكن ولاهم مو للعراق ولاهم لفلوسهم ولاهم لمصالحهم ولاهم للناس اللي تدعمهم. لكن احنا اليوم وطالب اخواننا اهل الغربيه، يعني اقول ترى يعني اذا انتم ما وقفتوا لعيالكم ما حد يوقف لكم، يمكن اخوانكم من المحافظات الجنوبيه والوسطى طلعوا وانكتلوا وهم معتقلين واللي عقلوهم كلهم من عندهم وبيهم، لكن انتم اليوم هم لا طلعوا لا راح يتهمونكم داعش، لكن عيالكم اولى اليوم. صح انكم انتم مجبورين تظلون ببيوتكم، لكن اليوم عيالكم اولى والعراق اولى من كل اولادنا واولى من ارواحنا. واحنا ما دام دائما اكررها، ما دام عندنا متظاهرين موجودين في ساحات العز والكرامه، ودام عندنا يعني منصات حريه نقدر نتكلم بها مثل منصه حضرتكم ومنصات اخرى، راح يبقى العراق ان شاء الله بخير. والعراق ما يفرق لا سياسي ولا حزبي، العراق اللي الدم ما يفرق. نعم شكرا 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 لك ابو علي حياك الله. ام عبد الله من الموصل حياك الله. ام عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ابني عبد الله متهم. نعم مخبر سري. وين؟ هو والله بالناصر يحكموا اعدام عن طريق المخبر السري، طيبوه سنه اخذوا احنا نزحنا بشومر. نعم واخذوا المخبر السري على المطرقة، المخبر السري خذوه بالمقيد سنة، بعدين يقولون محكوم إعدام بالناصرية، والله هو دعوة كيدية والله فلا إرهاب نهائيا. ايش قد صار لما اعتقل أم عبد الله؟ 9/6/2017 أخذوه. 9/6/2017 شنو تهمته؟ أربع إرهاب والله هو ما إرهاب. ايش قد عمره أم عبد الله؟ مواليد 92. مواليد 92 يعني عمره 28 سنة؟ ايه نعم. مو اول نروح لنا نتوجه يعني ما تعرفون مكان نروح عليه، فاحنا بنا بريء ونحكم اعدام. نعم. رحنا على هذا حقوق الانسان وما سوينا شيء. محامي ما يقول لنا من هالقال شو الوراء، قول لي ما نعرف من هالوراء. نعم شكرا. وين نروح نتوجه؟ شكرا شكرا لك ام عبد الله، وصلت رسالتك وسمعوها الناس ان شاء الله، اكو واحد يسمع ويطمن قلبك على ابنك عبد الله. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم باقي ومستمر، ابقوا ويانا ولا تروحون، فاصل قصير ونرجع لكم. هذا الفيديو اللي شفتوه لمتظاهري اهالي كربلاء اعتراضا على اجراءات الحكومه المحليه في المحافظه، وايضا اعتراضا على المحافظ. هناك عندي اتصال ابو احمد من الفلوجه، حياك الله يا ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخوي؟ الحمد لله، تفضل. احنا يسمون الغير المغضوب عليهم الناس الطبقه الفقيره بالفلوجه. نعم. يعني هنا عندنا بالفلوجه يعني اللي اموره توب، اللي يداوم بجهه امنيه، اللي هذا يمشي مسهل الامور مالته، يمشي بالسيطره،
يعني كرت ابيض، مو نقول كرت احمر، يعني يمشي هيك براحته. والناس الطبقه الفقيره، الناس الطبقه الفقيره واللي ما عندهم واللي ساكنين صار لهم اربع شهور خمس شهور قاعدين، هذول لا، هذول محرومين من الشارع نهائي. زين، وما يطلع لا بالشارع، يروح تعال وين رايح وين جاي، لا تطلع ظل قاعد بالبيت، لا تطلع لا تروح لا تجي. والله هاي مو وضعيه هاي، يعني تجيك يعني هسه بالسيطره هناك يجيك واحد، ها والله شنو هذا منتسب مدري شنو، وهو سايق تاكسي وشايل عائلته وياه بالسياره، ويجي يفتر بالثلوجه يشيل له الكب ويقول يلا فوت، واللي ابو السياره الحمل هذا وين رايح وين جاي، انت منين فايت ومنين جيت وين تروح، ويحجر لك اياه. يعني شو اقول لك، يعني يطلع روحه يا الله يخليه يفوت، يقول له والله ها والله هاي مساعدة عندي خليك تفوت. زين، ذولا تخليهم تفوتون، ذولا شنو ذولا؟ لو يطبق على الكل بالفلوجة، لو تحرمونها من العالم كليته، والله بدعة ارواحنا. ما يصير هيك، ناس على ناس، يعني شنو يعني مميزين هنا نحن، يعني ناس مميزة، ناس تفوت وناس ما تفوت. والله انت شنو انت، والله انا منتسب، والله انت شنو انت، انا موظف. هو موظف شو عنده يفتر شيء عائل تويا حاطهم بالسيارة يفتر بيهم بالفلوجة. نعم، ما يصير هيك. يعني نعم، خلي لك العالم تفتر الصول والجود، الفقير قاعد ببيته وماكل حيشاك، يعني فرد نوب يعني، وقاعد وساكت ولا راتب لا شيء، وصار له اربع اشهر مين ياكل هذا؟ شاكل ياكل حو؟ نعم. والله اقعد ببيتك واقعد ببيتك واقعد ببيتك، انت ما تطون؟ ما تسوون هالعلم هاي القاعده هاي بيوتها صار لها اربع اشهر، شاكل هذا؟ ياكل من الحائط؟ وهذا المنتسب يفتر بالسياره مالته وحاطهم ويفتر بيهم بالثلوجه، حاط عائلته وبنت خالته وبنت عمته وقرايبه ويفتر بيهم. والله شنو هذا منتسب، هذا موظف، هذا دكتور، وهذا مدري شنو، ويفتر وما حد يحاكي، واللي الطايح حظه قاعد وحتى ما عنده لا والله كيلو طماطم ما عنده. نعم، هو هيك يعني، وين الشرطه؟ وين مدير الشرطه مال الانبار؟ ما يحكي يسولف. اللي عنده راتب يفتر مليون و300 ومليون و400 و3 ملايين يفتر، يروح بعد يحاكي. واللي ابو العماره قاعد ومنيوج ابليسه وها وتعال وين رايح وين جاي. طيب ابوي ما يقدر بس على امي. طيب شكرا لك ابو احمد، بس اريد افسح المجال الى باقي المتصلين. انا اشكرك على هذا الاتصال. ام علي من بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام امي. أشكر قناتكم الشريفة هاي اللي دا توصل صوتنا. لا شكر على واجب. يا بعد عمر تدوى القلبك أستاذ. أنا عندي سجين بالشعبة الخامسة. سجين بالشعبة الخامسة، نعم. خمس أشهر أنا ما شايفته، أروح أواجه اثنين وخميس أودي فلوس ما توصل، أودي هدوم ما توصل. أكو منتسبين هناك يقول أنطينا على 125 نطبب لك بالسجين فلوس، نطبب هدوم، واذا ما تنطي ما يطببون. ميتين جوع. ام علي ايش قد صار له بالسجن؟ صار له 3 سنين، مواليده 99. نعم، عمره 21 سنه، يعني عمره 17 18 سنه من اخذه. نعم، اي تهمته مشاجره وحكم القاضي مؤبد، حكم القاضي مؤدد دعوته دعوة شرف وما استجاب لنا، استجاب إلهم ورشوا المحامي، وكلها فلوس، التمييز فلوس، العشائر فلوس، التنازل فلوس، وين ننطي وجهنا؟ مصطفى الكاظمي مدى يسمح هاي الناس؟ منين نجيب؟ والله دنا الداين ونودي استاذ، دنا الداين ونودي وماذا توصل؟ فكيف يسوون عفو عام؟ مستفادين من السجناء، مستفادين من السجناء، كل منتسب يوميته ما اعرف ايش قد، ما كل منتسب عايشين على السجناء استاذ، وهذا الحانوت عايشين عليه بروس السجناء، هم سجين وهم مظلوم، هم سجين وهم مظلوم، وصل المي
بالسجون خطيه هاي الشباب الحلوه يعني شنو تحكمه مؤبد؟ الشاب بعد من عمره، الشاب من عمره ايش وقت اشوفه؟ اذا ابني انحكم 20 سنه وانا عمري هسه 70 سنه ايش وقت اشوفه؟ ايش وقت اشوفه؟ واريدك توصل صوتنا يا وصل. شريف وصل. يا وصل صوتك ام علي والناس عمري. والناس سمعتها كلها مو بس احنا. شكرا شكرا لك ام علي. من المغرب عبد الحق، حياك الله يا عبد الحق. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. وحياك الله وحيي ام علي واحيي كل ام عراقيه حره. حياك الله وتحيا من ودوم. اقول يا اخي والله العظيم احنا كأمة نشعر بالضعف، لأن عندما يكون العراق قويا تكون الأمة قوية. والله العظيم أنا أتكلم العراق الذي الذي درس الأجيال في جميع الدول العربية، في المغرب، في تونس، العراقيين أصحاب حضارة وثقافة وعلم. يا أخي لماذا يحدث هذه في الشباب، الشباب العراقي يا أخي؟ لماذا يسجنون يريدون أن يقتلوا النخوة العراقية يا أخي؟ يا أخي لماذا تسجنون الناس؟ الشباب العراقي خير الشباب، أنا أدعو إلى الثورة أن تستمر يا أخي، ونحن معها مع الثوار يا أخي. تريد أن نشعل الثورة على الفاسدين، على هذوك الأحزاب والمرجعيات الفاسدة، الذي أصبح العراق يا أخي كان محيا من العمية، كان يصدر العقول إلى العالم في التقنيات، في الهندسة، في السلاح، والكل أكل من خير العراق. يجب أن نتخلى على العراق يا أخي، الكل أكل وأكل من العراق الخير الطيب. هؤلاء العراقيين يا أخي، أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية لا تفرق في إخواننا العراقيين. يجب لماذا يسجنون الناس يا أخي؟ أغنى دولة بترولية وفيها معاناة، لماذا كهرباء؟ ولكن أنا أحمل الحكم السعودي والحكم الإماراتي، هؤلاء الذين هم تخلوا عن العراق. في إعلامهم ما يبالون، في الإعلام لم يذكرون هذه المعاناة. قناة الرافدين حيا الله، قناة الرافدين أنا أصبحت أقول لإخواني بأن يشاهدوها، لأن يجب عار علينا أن نتخلى عن إخواننا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا لك أخ عبد الحق، ونشكر كل أبناء الوطن العربي اللي ذكرون العراق بهذه الصورة، ومحبتنا لكم وشكر موصول إلى أبناء المغرب وأبناء الوطن العربي جميعا. أبو سعد من الموصل حياك الله. حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. أنا أشكر السعد وأشكر هذا البرنامج اللي هاي مرتين أنا أخابركم. عمي أبو سعد لا شكر على واجب، هذا واجبنا. أنا أشكركم وأشكر الكادر وأريد أناشد رئيس الوزراء المحترم. تفضل الهواء إلك. حياتي. أكو سجون سرية بجرف الصخر. نعم. زين اكو سواق مظلومين مظلومين مظلومين. زين نعم. هذول فقدوا بال 2015. زين اكو سجون سريه هناك ما حد يوصل لهم. زين نعم. جرب الصخر سجون سريه. نعم. خوش اخوي العزيز. فهذولا سواق طالعين من الموصل البغداد. زين؟ ولحد ما نعرف شنو مصيبهم. نعم. زين اخوي العزيز؟ نعم. فاناشد المسؤولين، اناشد رئيس الوزراء، شنو العفو العام وين صار؟ على قبل سنتين احنا نسمع بالعفو العام وماكو شيء. نعم. اضافه الى هو نسوي تزكية من الأمن الوطني ومن المختار ومن المحافظة. نعم. زين. أخوي العزيز من قناتي والموقرة أناشد الطيبين، أناشد المسؤولين إنه هذول ينظرون بحالهم. نعم. زين أخوي العزيز. نعم. وصلت مناشدتك أبو سعد، وشكرا جزيلا لاتصالك ببرنامج صوتكم للمرة الثانية مثل ما أشرت، ونتمنى دائما تتواصل ويانا أنت وباقي السادة المشاهدين
ونتمنى انه دائما نكون على حسن ظنكم ان شاء الله. كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو مصطفى لكن قطع الاتصال ويا ابو مصطفى. اما ما يخص برنامج الواتساب، اول رساله وصلتني للبرنامج اليوم تقول: السلام عليكم استاذ، اني ام محمد من الانبار. اني ابني صار له 7 اشهر ما شايفته، يرضوها يصير بولدهم هيك مثل ما جاي يصير بولدنا؟ وين مصطفى الكاظمي؟ مو قال راح احقق مطالب الشعب؟ وين العد؟ ولدنا صار شهور ما ندري بهم وين، ما وين؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. الرسالة الأخرى: السلام عليكم، زهراء من العمارة. تحية لكل عاملي بقناة الرافدين الفضائية. أنا بس أريد أعرف مصطفى الكاظمي إيش دا يسوي هسه من صار رئيس ولحد الآن؟ لا كهرباء ولا حققه ومطالب المتظاهرين، وصار الوضع أسوأ من قبل. صار له شهر ونص وهيج صار من يصير سنة، شلون يمكن ينهدم العراق؟ وشكرا ولو طولت بالرسالة. لا العفو، وما طولتي أختي عزيزة. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، العراق يمتلك معامل إنتاجية هائلة لسد حاجة العراق في عهد النظام السابق، أذكرك منها في كل المحافظات العراقية، لكن أذكر منها في الموصل المعمل العملاق، معمل السكر أكبر معمل في الشرق الأوسط، ومثل معمل الغزل والنسيج أكبر معمل في المنطقة وفي الشرق الأوسط، ويشغل كل واحد من المعامل المذكورة أو يشغل 6000 عامل وموظف شهرياً، وكثر من المعامل في محافظات أخرى للطاقة الإنتاجية لسد حاجة العراق وتصدير الفائض. للعلم والاطلاع، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أخي العزيز. أستاذ أفل، بالنسبة إلى القضاء في العراق فاسد إلى أبعد حد. أي قضاء هذا اللي لا يفرق بين متهم حدث وبالغ؟ أين شرف المهنة وأين الضمير؟ عندما تصل الرشوة إلى القضاء راح نقرأ على العراق السلام. مع كل أسف، أخوتكم ندى من الدنمارك. حياك الله أختي العزيزة. السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر. أشكر قناتكم الرائعة. الله ينتقم من الظالمين، شنو ذنب المسجونين المظلومين؟ الله يصبر أهلهم، ربي يفرج عليهم. شباب بعمر الورد، ليش يا حكومة ما لكم كل شارة؟ مستقبلكم وحياتكم راحت، الله أكبر عليكم يا حكومة يا فاشلة. ممكن نشر على التلفاز، قريناها أخي عبد الخالق. السلام عليكم أخ أفل، أرحمونا الله يرحمكم، نريد نشوف ولدنا صار 6 أشهر ما ندري بحالهم، ونريد نحول لهم فلوس ما نعرف شلون. هو مسجون بالناصرية، أناشد أهل الغيرة والرحم ينطون عفو عام. والله ابني بريء، يشهد ربي عليكم أم محمد. حياك الله أختي العزيزة. السلام عليكم قناة الرافدين العظيمة. أستاذ أفل، ليش الحكومة ما تسمع هذول الناس وولدهم بالسجون؟ خلي كاظم يسوي شيء على مود الناس ترتاح. يا حال هذا الموضوع، حسبي الله ونعم الوكيل، كل فاسد بالحكومة. وشكرا فاتن من ألمانيا. تحياتي لك أخي العزيز أفل الصقر وإلى كل العاملين في قناة الرافدين، وأحيي الأخوة المتابعين لهذا البرنامج. أخ أفل، حكومة كاظمي لم تلبي بعد رغبات الشعب العراقي، وهي تحاول إعادة الأمور إلى طبيعتها في الشارع العراقي من خلال تمرير مشروع سياسي فاسد للسياسيين الذين لم تتاح لهم الفرصة بعد لسرقة الشعب وثروة الشعب. وشكرا يوسف البصراوي. حياك الله أخ يوسف. مساء الخير أستاذ أفل، تحياتنا إليك وللكادر وإلى قناتكم الشريفة المحترمة. أستاذ، هاي كورونا كلها كذب بكذب وثم كذب، كلها أفلام هندية بالعراق والعالم، صدقني أستاذ. تحية لك أبو يوسف من بغداد. السلام عليكم، أني من صلاح الدين أم قيصر. أخوتي تم اعتقالهم من سامراء من البيت، وصار 5 سنوات مصيرهم مجهول وما نعرف عنهم أي شيء. السلام عليكم، نطالب قناتكم إيصال أصواتنا. الله أكبر، أبنائنا بالسجون يعانون الظلم وسوء الرعاية الصحية وسوء معاملة السجانين للسجناء، إضافة إلى الأوساخ والجرب. والله عندما كنا نزورهم قبل أزمة كورونا حتى القاع تبكي على حالهم، منتهين وضعفانين ويابسين. الناشد كل من عنده غيرة باسم الإنسانية أرحمه بحالنا حتى الله يرحمكم. واليوم وصلت أخبار تشير إلى تفشي كورونا في جميع السجون العراقية، أنقذوا أبنائنا قبل فوات الأوان. السلام عليكم أستاذ، وياك أبو محمود من الرمادي. نطالب مع حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. السلام عليكم، إحنا نطالب بالعفو العام. أم بشيرة من البصرة، ناس مظلومة شنو ذنبها؟ عفوا بالسجن، تهمة هسه ابني وزوجي بالسجن متهومين، شنو ذنبهم؟ رواتب انقطعت، كل واحد 15 سنة محكوم، نطالب بالعفو العام. السلام عليكم أستاذ، أنا أخويا علي حسن مسجون بالمطار وانحكم 10 سنوات، دعوته 401 وصار له 3 سنوات وصار له 3 سنوات وتميز بعد مطالع التمييز بعد مطالع. احنا نطالب من خلال قناتكم المحترمة أن يسمعون الحكومة
وأن يسمعوا رغباتنا ونطالب بالعفو العام وشكرا التوقيع نادية. ورسالة الأخيرة من شخص داز رسالة صوتية، أنا أعتذر منك أخي العزيز ما أقدر أسمع رسالة صوتية، إضافة إلى ذلك متصل كثيرا على الرقم الواتساب، هي أيضا أعتذر منك أخي العزيز ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب. نوهنا كثيرا إلى هذه الحالة، كل من دا يتصل على برنامج الواتساب أنا أعتذر من عنده باسم البرنامج وباسم القناة لأنه ما نقدر نستقبل الاتصال. تقدر تتصل على الأرقام الأخرى أو تكتب لنا رسالة ونقراها ونعرف شنو مطلبك. أما بخصوص البرنامج تحية لقناتكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، كورونا منتشرة داخل السجون والحكومة تتكتم عن الموضوع. مشاهدينا الكرام، قضية المعتقلين والمعتقلات والسجون هي قضية مؤرقة للشارع، مؤرقة للمواطن، مؤرقة للناس، لأنه المشكلة بالعراق اليوم أكو معتقلين كثير ما معروضين على قضاة تحقيق وما معروضين على محاكم، أكو كثير من الناس ما يعرفون أبنائهم وين، فهاي المشكلة هي اللي مؤرقة الناس. يقول لك أنا ابني ما موجود وأعرف بي معتقل وما أندل لوين وما أعرف شنو مصيره، ما أعرف بي انحكم لو ما انحكم، ما أعرف بي مدان لو ما مدان، أتمنى يبلغوني ابني مدان لو ما مدان. هو هذا هم الناس. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الموعد بحلقة جديدة. في أمان الله.